هذا البرنامج رجالي، إجرامي، ساخر، هزلي، غير موجه للستات، غير موضوعي وغير محايد. جميع الأكلات الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو محض صدفة بحتة. هذا البرنامج للرجال وللرجال فقط، نظرا لما قد يتضمنه من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات النسائية، لذلك لازم التنويه. اوعى 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 تفكر اني بهزر او اني بتكلم جد، اصل انا شيف والاول مره. من فضلك ما تقولش لحد، من فضلك ما تقولش لحد، دوق من ايدي. ايوه يا سيدي. ايه رايك؟ ما هو طعمه وشكل. ايه ده؟ اسف اصل ما كنتش فاكر، اسف اصل ما كنتش فاكر. ده انا ممسوك في جريمه، جريمه اكل، جريمه، جريمه اكل، 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 جريمه اكل. اهلا وسهلا بيكم والسلام عليكم في حلقه جديده من جريمه اكل. جريمه اكل البرنامج الموجه للرجال فقط، اكسر الحاجز بينك وبين المطبخ واكلات سريعه وسهله وخفيفه جدا هنتعلمها ونعملها مع بعض في جريمه اكل للتخلص من هيمنه الستات على حياتنا. الستات يمتنعون تماما عن الفرجه على هذا البرنامج، وحسدش يقول لنا انتوا بتعكوا ولا بتعملوا ولا بتسووا. النهارده هنعمل اكله جامده جدا، بس نستنى صاحبي اللي جاي يحضر معايا الحلقه. الأكلة دي محتاجين، مش هنحتاج دي، مش هنعجن ولا حاجة. شوية دي اهو وصل تمام. اهلا وسهلا. اهلا كابتن حسام، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اتفضل اتفضل كابتن حسام، مدرب ومدير جيم عمر جيم. اتفضل. ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ خلي بالك يستحمل العضلات ولا شوية بتوع الجيم بيشربوا عصير ولا لا؟ ولا اي حاجة. ولا لا لازم؟ ازاي ما ينفعش حسام؟ خلينا قول لي الجرائم بتاعت بتوع الجيم مجرمين في الاكل. الناس فاهمه التمارين غلط اصلا، يعني الناس فاهمه ان اول ما تخش الجيم ياكل كل حاجه تقابله. ايوه لو بياكل الناس بتاكل صغيره بيتغذى، ممكن ياكل اي حاجه واكله ورا بعض ومالوش علاقه ببعضه. يعني ده غلط. ها تنظيم كبير يعني. طب ايه التنظيم بقى؟ يعني انا عشان يتمرن انا اعرف العضلات اصلا بتحرق سعرات من غير ما تكون بتتحرك. محتاج تعرف الاول اذا كنت انت مهيئ للعبه ولا لا، يعني الاول صحيا. بعد كده لما تبدا حد يتابعك، لازم حد يتابعك، ما ينفعش تخش على طول على التمارين تتمرن من نفسك تقلد حد. دايما الناس بتقلد النجوم الكبار يعني، وهو بيكون لسه بيجينر، لسه مش فاهم اي حاجه. يعني احنا حد محتاج حد يتابعه في التدريب، لكن محتاج حد يتابعه في الاكل كمان يعني. ولا الاكل اهم؟ الناس كلها بنروح الجيم نلعب دب دب نروح هاتيلي حله رز تنين مجنح اي حاجه. الأكل اهم من التدريب، لان انت جسمك بيبقى شبه اللي انت بتاكله. يعني لو اكلت مثلا فرخه مشويه تبقى شبه الفرخه المشويه. اكوك لا بجد، لو اكلت كروسونه تبقى شبه الكروسونه. لا بتهز يعني فعلا ازاي شبه الكروسونه؟ يعني الكروسون ده بيبقى معمول من 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 دهون مشبعه، فبتتخزن في الجسم ويكون صعب ان هي تعمل لها حرق. يعني مفيش دهون. تعالى احنا نعمل لك سمك. انت دخلني في قصه يعني الدهون. انا بص النهارده بقى من بتاع السمك. طب السمك ايه علاقته، ايه ظروفه مع العضلات؟ ده افيد حاجه السمك، اكتر حاجه لسه ما تلعبش فيها لسه يعني. فعلا اكتر حاجه يعني السمك. طب نحطه بقى بالدقيق ونقليه في الزيت. ما هو مشكله في الزيت دي بقى. المشكله كلها في الزيت. طب نقليه في ايه؟ ممكن سمك نعمله سمك مشوي. سمك ما ينفعش نعمله مشوي؟ مشوي؟ نعمله مشوي؟ لا احنا عندنا مجهز. انا محضر لك الزيت اهو. هولع كده بوظنا الدايت كده. هتدي 7 غش ده كده. انت العضلات محتاجه دايت؟ خليه يقول لي. طب ازاي العضلات محتاجه دايت بقى؟ يعني المفروض الناس اللي هي ما بتلعبش هي اللي بتعمل دايت. الناس اللي بتلعب كمان بتعمل دايت؟ احنا ولعنا على الزيت اهو. محتاجه تنظيم للاكل. طب ايه النظام؟ قول لنا كده نظام. طب انت خلي بالك انت يعني شاركنا في الجرام. انا هساعدك. تعالى اجيب لك سكينه. طيب وتقطع لي. بص هتقطع لي السمكات دول تسع حتت. تسع حتت؟ يعني كل حته تقطعها ثلاثه. هنا على الشكشوكه على قد شويه في الاكل. لا ده ما تقولش كده قدام الستات اللي بيتفرجوا علينا. احنا مش جامدين جدا. جاي اتعلم منك. طيب بص اهي بسيطه خالص اهي. السمكه اهي هتقطعها ثلاثه. موضوع بسيط جدا جدا. شيك ادي. ايوه تمام. بسيطة. كبر شوية الحتة. الله عليك الله عليك الله عليك. ده كده أربعة كده. أربعة كده. لا احنا نطحهم ثلاثة بس تبقى الحتة أكبر شوية. اديني كده. كمل لي بقى النظام الغذائي واديني أقطع لك الحتة دي. قول لي بقى نظام غذائي الناس اللي بتتمرن. الناس فاهمة إن أنت لو خدت في اليوم وجبة واحدة والرجيم الكيميائي والكلام دوت هتعمل نتيجة.
وده غلط. رجيم الكيميائي ده اللي هو ايه؟ اللي بتاكل نوع واحد بس. نوع واحد فاكهه وتستمر عليه ده اكبر مشكله واكبر خطوره يعني. دايما بتعملوا دكاتره التغذيه عشان تعمل نتيجه سريعه مع الناس. بس ده بيعمل مشكله كبيره، بيخلي الـ 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 الشخص اللي بيتمرن بيحصل عنده مشاكل كتيره في وظائف جسمه، في الفسيولوجيا كلها ما بتشتغلش بصوره بكفاءه عاليه. يعني ده بس هو ما ينفعش يكون اصلا بيتمرن وعامل الرجيم الكيميائي ده، ما هو ما عندوش حاجه تديله باور اصلا وجسمه مش شغال. انت محتاج في اليوم، انت لو خدت 7 وجبات في اليوم احسن من لما تاخد وجبه واحده. لو خدت 7 وجبات في اليوم احسن من لو كلت وجبه واحده عشان الحرق عندك يزيد. بص احنا خلينا نقول بس هنكمل معاك، خلينا احنا نحط السمك كله في البوله دي. عايزين نتفق ان اللي احنا بنعمله ده مش صح يعني، عشان بس ما نبقاش بندي معلومات غلط للناس. الاكل المقلي لا لا هو مش صح. انا افتكرتك مش صح في الطبخ. انا في الطبخ لا ولا بيتكلم مش صح في القيمه الغذائيه، ان احنا هنحط في الدقيق ده احنا هنعمل بلاوي. احنا في القيمه الغذائيه ان احنا الحاجه ان لو السمك ده قصده مشوي احسن من اللي احنا نقليه في الدقيق. يعني الاكل كله يستحسن. ده دي خلينا نقول دي ايه، دي فلفل وشطه وبهارات وصوص وصلصه وبتاع اللي هي التتبيله، مديه على تبوله مديه على بشويه فيها زعتر. صح، هو الاخضر ده زعتر. دي تتبيله كده جاهزه تمام، وده توم. التوم ده طبعا بقى فيه الغذاء كله بقى. التوم اوكي كويس. توم بس قول ما تجيش يعني غلط، قول لي غلط. هو مش غلط، بس هي المشكله كلها ان احنا نعرف نبدا نرتب الوجبات ازاي. يعني في القران بيقول وفاكهه مما يتخيرون ورحمه طائر مما يشتهون. الفاكهه قبل الناس فاهمه ان هي بتحلي بعد الاكل. ده ملح عادي عشان بس ما حدش يفتكر ان بنحط ملح. ده دايما الناس رجليها بتشكها بتبقى بسبب الاملاح. ده ايه؟ المفروض ده كمون. مظبوط صح، ده كمون. لا تعالى حاجه بص لها كده بس من بعيد اعرف على طول ده ايه. بس فالمفروض نبدا بالفاكهه بعد كده نبدا بالاكل، وما ندخلش كذا نوع مع بعض. يعني ما ناخدش مثلا نوعين فاكهه ونوعين بروتين مع بعض. ده بيعمل ده كل حاجه بتحتاج انزيم هضم واحد. في ميكس جريل يعني اصلا كفته مع بروتين. القنبله والحاجات اللي تبقى فاكهه مع بعض ده غلط. ده اللي هو رز بلبن بالايس كريم بالقشطه. هي فعلا قنبله يا راجل، حرام ده جميل قوي يا راجل ده. بس يعني الحاجات دي انا فاكر بتوع الجيم يعني المفروض بياكلوا. بص احنا بنعجم بقى المعجنه دي كلها مع بعضيها. يعني حتى اللي بيلعب جيم الكلام ده غلط عليه، اللي هو يعني اللي هو حاجه زي كريم ايس كريم على رز بلبن على اي حاجه مش طبيعيه تبقى فيها مشكله. اي حاجه مش طبيعيه تبقى فيها مشكله. اي حاجه مش طبيعيه. والفاكهه لازم يعني خليها تكون بعد الاكل او بين الوجبات، ما تبقاش قبل الاكل. احنا هنحط بقى، بص هنحط في الدقيق بعد الدقيق اهو، عشان بعد ما حطيناه في التتبيله نحط في الدقيق السمك اهو. يعني الفاكهه بس مفيش حد يعني ايه الفاكهه؟ في حد بياكل فاكهه في وسط الاكل؟ في ناس بتشرب عصير برتقال في وسط الاكل دايما، او يشرب كانز. ارحم من بيبسي كنت لسه هقول لك. اللي بيشرب بقى كانز وبقى زي في وسط الاكل بتكون كبيره قوي يعني، وبالذات بيعمل مشاكل في الهضم عشان الانزيم الهضم. وجه رساله لكل الناس اللي انا اعرفهم بيتفرجوا علينا اللي بيشربوا مياه غازيه او عصير في وسط الاكل. اديهم في جنبهم. احنا بنوجه نداء يعني للناس يا جماعه، ارحموا بطنكم شويه في رمضان. ده انساني من وفي الايام كلها بشكل عام، عشان الناس بشكل عام يعني فاهمه الموضوع غلط. ان احنا بس ان يعني عمر الدين عادي. عمر الدين لا، التمر احسن. التمر هندي ولا التمر العادي؟ التمر الهندي لا، ده بلاش. التمر الهندي ده بلاش. التمر الهندي كمان بلاش. مش اي حاجه خالص. الكابتن حسام هيعذبكم. الحاجات دي اصلا مش طبيعيه. لو خدنا كل حاجه منها حاجات طبيعيه هنلاقي نفسنا بدانا جسمنا يستفاد اكتر، والحرق عندنا يزيد. في ناس بتاكل كتير قوي وتلاقيها رفيعه ما بتتخنش، وفي ناس بتكون دول اكتر ناس بتغذى. حيتان قروش بتاكل وعادي عصب. ازاي بقى؟ ايه مش كده؟ ازاي بقى؟ موضوع ما بيلعبش اي حاجه ولا جيم ولا اي حاجه. موضوع الحرق، الحرق عنده عالي. جسمه عالي. انا اكل انا والله مره اكلت فطير وبيتزا وحاجات كده عجين كده كتير، قمت تخين يعني في يوم ساعتها. نفس اللي والله دخلت المطعم رفيع، مش رفيع يعني كده، طلعت القميص هيتقطع. فبدخل على طول في لحظه. هو المشكله بقى ان احنا لازم ما نسمعش كلام الراجل ده في اي حاجه. لا الراجل ده جامد. الراجل ده بيضللكم يا جماعه. الراجل ده بيضللكم ومحدش يسمع كلامه. الراجل ده ضلالي. وانا جاي اقول النصيحه دي ما تتكلمش الاكل. قول لي حركه، قول لي المبادره بتاعت الاكل وانزل اعمل 10 اكل. ثبتوا يا راجل، ده جاي شقيني. ثبتوا يعمل 10 اكل. المشاهدين يا جماعه كل واحد اتفرج علينا وهم في البيت. اعمل ازاي؟ قوم اتفرجوا 10 ضغط و10 بطن عشان تبقوا زي جسم عمه كده ان شاء الله. يبقى احسن من عمه ان شاء الله. وطبعا عمه بيعمل حاجات مضره جدا، اللي هو الدقيق دوت طبعا مش صح. ده الخير الابيض. اي حاجه براون بتبقى احسن. يعني لو خدنا مثلا براون ازاي؟ عيش اسمر. طب احنا هنحط في الرده يعني رز بسمتي. في الرده احسن من الدقيق؟ الرده مفيده جدا وبتمنى المعده شويه يعني، بتحسس احساس بتدي احساس. طب حلو، خلينا نقول يعني دي سمك بالدقيق، ممكن تقلي السمك ده بالرده يعني بدل اهو هتبقى يعني نحطه اهو في قلنا بقى بلاش قلي بقى، ما نقليش خالص. طب الكبده شويها من غير رده.
كل الكبده، كل الكبده نايه انت خليها وكل الكبده نايه عشان كابتن حسام استريح، هتكون مسلوقه مشويه يعني، بلاش نعمل حاجات محمره زي كده، بلاش حاجات المقلي. ها هو هو قال 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 الكيس اللي في ايديه كمان. لا 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 مش خايف، هو انا بس مش عايزين عشان نقدر نرسخش ايدينا قوي. ف... بس انت فعلا هتستغنى عن الستات في ال... اي لا بص قول لي احنا احتاجنا الستات في اهو بالله اهو انا قدامك اهو. انت صباعك اتحرق دلوقتي فين يا باشا؟ انا لابس بنداري. انا لابس لا مش بنداري ولا بنخبي، ما تقلقش احنا اهو احنا جامدين جدا اهو. المشاهد شايف، المشاهد شايف. عايزين الاكل اللي هيبقى ده يروح فين؟ احنا لسه فين الاكل اللي هيبقى؟ يعني احنا بعد ما هناكل مش عايزين تاكل كتير، عايزينك تسيب شويه اكل كده. لا ما احنا معانا اهو الكاست ده، كل الناس دي كلها، كل الناس دي هتاكل. احنا بنعمل اللي الناس. ماشي ماشي، ما احنا عايزين. خلي بالك انت هتتصور بجريمتك، انت عملت سمك وهتتصور بس. لا مش انا، مش هشيل جريمه، مش انا، مش انا هشاور عليك انت. طب قول لي، قول لي على المبادره الخيريه اللي انت عاملها. انا بقول على الاكل زياده يعني، دايما عندنا في مشكله في موضوع الاكل ان احنا بنهدر اكل كتير قوي وبنجيب حاجات اكتر من احتياجاتنا. حلو. ف مش حلو طبعا يعني، ليه لا ان احنا نحاول ان الاكل الزياده دوت نستفاد منه. الاكل اللي يفيد من العزومات والموائد والحاجات اللي بنعملها بشكل عام، بشكل عام يعني. ليه لا ما نجمعش الاكل دوت ونديه لحد يكون محتاجه. يعني ليه لا ان احنا انا يعني انا واصحابي شباب فكرنا كده في فكره ان احنا نعمل مشروع اسمه اتحرك. اتحرك المشروع دوت ان احنا نجمع الـ الـ الاكل يعني، كل اول شهر بنجمع من بعض فلوس. احنا طبعا ما عندناش اي انتماءات سياسيه ولا حد يمولنا، عشان طبعا الناس دايما هتلاقيها طبعا انتوا تبع مين، انتوا مع مين، هو انتوا شباب اصلا كلكم شباب ولاد، مش مين شباب ما فيش. احنا يعني في جمعيات خيريه كتير بدون ذكر اسامي، بيكون فيها يعني اختلاط، والموضوع ما بيبقاش منضبط. تمام. فانا كل ما اروح اشتغل في مكان كنت بزهق منه، فقلت لازم نعمل حاجه احنا بنفسنا. تمام. فقلنا نبدا نعمل احنا مشروع عشان نعمله بفكرنا احنا ونبتدي نجمع. بنوزعه على مين بقى الاكل ده؟ بدانا في رمضان او رمضان رمضان السنه اللي فاتت يعني، بدانا ان احنا نعمل وجبات في الشارع. الناس طبعا اتاثرت لما احنا مشينا. حلو. قلنا لازم نعمل مشروع نستمر طول السنه معاهم. تمام. في منطقتنا، لو كل واحد عمله في منطقته المشروع دوت، اعتقد يعني الموضوع مشكله الاكل ديت مش هتبقى موجوده. احنا كل اول شهر كل واحد حلو حلو يعني. هو كمان كابتن حسين بيتكلم على ان المشروع مش لازم يبقى مركزيه، ممكن يبقى كلنا نعمله في بيوتنا. خلينا نطلع نريح شويه على مستواك، يستريح في النار ويشرب الزيت والدقيق الزيت اللي هيزود لك بطنك. ايوه اقعد اقعد اي حته، خليكم مع جريمه اكل. انا هعجبه دلوقتي بعد البرنامج. جريمه اكل. بوصت ايه؟ قول لي. لسه هو بنسوي وهنطلع حاجه اتحرقت. بس انا كنت بلاحظ وانا واحنا بنصور عشان لك انت يعني بتبص كده على كده. انا بدور على اي حد اعرفه من بره، لا حد يشاور لي، حد يشاور لي، حد يحييني. انت عايز مين اللي قاعد يتفرج عليك؟ ماما والزوجه. بابا مش موجود معايا. ماما لسه عيل مواجع بقى بعدين. البصل والثوم وانا دمعتي قريبه اصلا. لا 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 خلاص يا كابتن حسين، احنا خلاص اهي. بصوا بدات تظبط الكلام، فخلينا مش مقتنع بان لا انت على فكره هتاكل، ماليش فيه، ما تقوليش بقى دايت ولا عملت ده. لا ازاي بتهزر ده عالمي. لسه ما استويتش انت طلعتها دي. لا 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 خلي بالك، استوت بس لسه ما اتحمرت. ارجعها لك تاني. ما اتحمرتش بس استوت. استوت، ما مش لازم مش كله لازم يحمر يعني. اهم حاجه ان هي تستوي. القلب بص بص يعني، حتى لما جينا القلب ابيض، القلب ابيض يبقى انا عشان تفضي الزيت لازم نطلعها على مناديل. تمام. واخد بالك انت؟ في ناس ده سنس، ده حاجه جديده هنضيفها في المطبخ، ان احنا نفضي الزيت نحطه في مناديل. عزام جاي يتريق علينا يا جماعه. لسه هتعمل ضغط دلوقتي قدام الناس عشان عقاب على اللي انت الكارثه اللي انت عاملها. ايوه خلينا نتكلم عن التغذيه. خلي بالك انا كنت بلعب كره يد في النادي الاهلي، ما كلهم بيقولوا كده والله. عارف مرمى النادي الاهلي 20 سنه؟ كل ما حد يقول لي هو هتلاقيه عنده 20 سنه يقول لك بقى لي 20 سنه لغايه ما حصلت لي الحادثه. هنتصفى من الزيت بقى شويه وبعدين ايه ننقله. بص اهي شفت اهي محمره اهي، شايف؟ مش ده الشياكه وبتاع. حركات ديت ايه دي بقى؟ دي بقى شايف انت عارف الطماطم اللي من غير بذر؟ عارفها زي البطيخ اللي غير بذر. لا لا انت ممكن دي، لا انت ممكن تجيبها بالبذر وتروح للراجل يشيل لك البذر. هتقول لي مفيش حاجه اسمها كده. بيضحك على ايه يا عم؟ فسحني. الزيتون ابو من غير بذر. زيتون ايه بس وبذر ايه وبتاع ايه؟ طيب انت بتشيل زيتون من غير بذر يعني؟ انا اروح للراجل اقول له اديني مثلا قطايه من غير بذر، هيقول لي لا إيه؟ لا ده راجل تاني اللي بيشيل البذر بتاع الورد، اللي بيشيل البذر. الزيتون اللي الزيتون المخلل، انا مش فاهم. الزيتون المخلل بيبقى فيه ايه جواه؟ الزيتون المخلل بيبقى فيه بذر جواه. لا بيشيل البذر وساعات بيحطوا جزر. انا بقول انت مش نافع مطبخ اصلا. انت مش عايز تقتنع؟ مش عايز تقتنع؟ بس هنشوف الاخر هندول الاكل. خلاص يا جماعه، احنا هنصور حسام بجريمه السمك اللي هو مش مقتنع بيها. بس الجمال ده شكلها ظريف يعني. وريحتها بالله عليك، ايه دي عليك في الريحه؟ شايف؟ والحركه دي
بس الحته ديت الحته دي بلاش. طب خد لك الحته اللي شبه الكره الارضيه دي، شبه الدمبلز، شبه ايطاليا، شبه ايطاليا على الخريطه، شبه الدمبلز. اه شبه الدمبلز صحيح. خلي الحته اللي اتقطعت دي يا جماعه مش هناخدها عشان مش عاجباهم. ده ايه؟ امسك. لا 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 تقلق يا بابا، مفيش حاجه تقع مني، انا عالمي عالمي في المطبخ. شيف مش شيف شريف. وتعالى بقى مع صفحه السوابق. اه خلينا الاول نوريها للكاميرا. شايف شايف شو زي ما شميت الريحه الريحه وزع. شايف سامع صوت الناس في البيوت. الله يا شيف يا مش شيف شريف. تعالى تعالى جريمتك بقى الكامله تصور معايا، وانا هوريك دلوقتي ان انا في الضغط عالمي. هننزل بقى الاول يا جماعه عشان اتفرج على الجريمه الكامله بتاع جريمه الاكل النهارده. هو اللي عاملها يا جماعه مش انا. الكابتن حسام ما نصحتش بالكلام ده، اللي ما بينصحش انك تاكلوا حاجه بالدقيق ولا حاجه في الزيت. ودي كانت حلقتنا النهارده من جريمه اكل. نشوف صوره كابتن حسام. شرفتنا، ربنا يكرمك. ونشوفكم صوره بقى الصوره بالجريمه. قول سمك. اقول سمك؟ لا ما حدش ياكل يا جماعه السمك ده. اوعى 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 تفكر اني بهزر او اني بتكلم جد. اصل انا شيف والاول مره، من فضلك ما تقولش لحد، من فضلك ما تقولش لحد. دوق من ايدي. ايوه يا سيدي. ايه رايك؟ ما هو طعمه وشكل. ايه ده؟ اسف اصل ما كنتش فاكر، اسف اصل ما كنتش فاكر. ده انا ممسوك في جريمه اكل، 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 جريمه اكل.